استاذ الدكتور عمر الخالي، وهي استاذ طب النفس الجامعه القصر العيني، ورئيس الجمعيه المصريه للعلاج الجامعي، كما عضو الجمعيه العالميه للعلاج الجامعي في الثيرابي. She will give us a book called Ethical Issues in Psychotherapy. عايزة أشكر كل حد حقيقة، شكرا لحضراتكم وشكرا على المستقبلين الجميل، وشكرا إن أنا أتواجد هنا في السلمية. والحقيقة كمان في حاجة أنا سعيدة بيها، إن أنا في القاهرة وكان معايا دلوقتي دكتور هاشم بحري، دكتور محمد مهدي دكتور الأزهر وفي السلمية. والحقيقة الصورة اللي ما قدرتش تفرع عن خيالي دكتور محمد شعلان، دكتور يحيى الخاوي، دكتور سيحة. الحقيقة يعني الواحد حتى من كتر ما هو متأثر وحاضره جدا هؤلاء العمالقة، واللي ليه علاقة شوية بالمحاضرة بتاعتي، يعني ربنا قدرنا كده ونوصل المحاضرة بالحشو التقيل اللي فيها. واحنا ماشيين في رحاب اساتذتنا اللي عارفينهم واساتذتنا اللي ما نعرفهمش، اللي عاملين اساتذتنا اللي احنا عارفينهم. وان شاء الله باذن الله اللي بعدينا اللي ينتهك النهج اللي فيه خلق وبناء وعطاء، باذن الله يعني يا رب يسترونا احنا كمان زي ما بنصوا اساتذتنا بهم. الحاجه الثانيه اللي انا سعيده بيها ان انا اتكلم عن الاخلاق، عن الأدس، وحربطها شوية بمحاضرة دكتور يحيى، أو غربطها من ناحية تانية. دكتور يحيى جاب من ناحية التطور والإيفولوشن والحيوانات، أنا جاوة من ناحية تانية. من ناحية تانية، من ناحية الواقع والمواسع والمطلوب دلوقتي والغرب والشرق، وإحنا فين بقى من الحدوتة دي؟ إحنا فين؟ أخلاقنا فين؟ الممارسة فين؟ والوضع ايه؟ وايه الاحتياجات؟ ففي حاجات هقولها كلاسيكية جدا اللي هي متطلبات السيكوثيرابي، متطلبات ممارسة العلاج النفسي الخلقية عموما. وفي حاجات دي مستوردة، يعني جزء منها كبير مش مستورد. وفي حاجات احنا بقى احنا عندنا اهو اساتذتنا ويعني احنا فين؟ ما احنا لازم يبقى لنا كلمه، احنا نستنى لما اللي بنقوله ونعمله يندثر وما نلاقيش حد يقول ايه ده؟ لا، اتس تايم ان احنا يبقى لنا هويتنا، يبقى لنا راينا، يبقى لنا وجودنا في هذه الممارسه وفي الاخلاقيات اللي من ناحيه مؤلمه ومن ناحيه ثانيه مبشرة في يد، لأن احنا وصلنا جامد قوي في الأخلاق والدين الحالي. علشان نوضح الخريطة بتاعت التدريب.
بتاعت التدريب بدرب مين؟ ادرب الطبيب النفسي ولا ادرب الاخصائي النفسي ولا ادرب الاخصائي الاجتماعي ولا ادرب الفنان اللي يقدر يدي حاجه بفنه ويعمل حاجه فيها تراكي؟ ادرب مين؟ طب افرض دربت الاخصائي النفسي او دربت الفنان اللي هي بتفيد تاني والفنان ده طلع وقال يا جماعه انا الكاش بتاعي ب 700 جنيه وتعالوا وانا بعالج وانا في البيت، عملت انا ايه في المجتمع؟ وعملت ايه في نفسي؟ وعملت ايه في هذا الشخص؟ اذا انا لازم اوضح الخلق واوضح الرساله واوضح ايه الهدف بتاعها. انا كنت حاطه صوره ممكن اوريها لكم، صوره دولارات وفي النص دي كده القوه. فهي فين السلطه؟ وفين الدولارات؟ والى اين؟ وثم ماذا؟ وده بيستخدم لصالح ايه؟ فهي قصه الحقيقه معقده. ولكن مش معقده قوي، لان اول ما بناخد بالنا ونعي يبقى عندنا وعي بالقضيه، نبتدي نقسمها لواحد اثنين ثلاثه ونعرف ان احنا عندنا هويه وعندنا احترام للخلق وعندنا احترام للاخر، مش الانسكيورتي وعدم الامان اللي احنا واسينه الوراثه الاستعماريه الجميله سيطرت تسد. كلنا واسين ده انكونشسلي، لو واسين مسكنا التاريخ بتاع الدكتور يحيى وقربنا شويه هنلاقي ان احنا تاريخنا مليان استعمار، واستعمار مش عيب قوي ان احنا ايه نتقدم. فبالتالي طول الوقت بنبص لبعض الانسكيورتي، فعلا بندي بعض بحقيقي بندي بعض بحيث ان محدش يعني ايه يفتكر الا الصف الصفوه اللي فوق هي دي اللي بتفضل طول الوقت ماشي فيه تصفيتها. بس الحاجة اللي يعني شويه لخبطه كده بتلخبط الديناميكيات وبتطورنا شويه عن الخلق الاساسي. فهقول ايه التريننج والاديوكيشن؟ لما اوضح الحاجات واوضح الباوندرز اللي جواها، من يمارس ماذا؟ كيف امارس؟ متى امارس؟ والمستويات الممارسه، ممكن اطلع ثيرابيست، ممكن اطلع براكتيشنر، ممكن اطلع فاسيليتيتور، ممكن مدرس في مدرسه يستفيد يعرف يعني ايه فاسيليتيت دروس ويشتغل مع الولاد يوصل السعي. مش مدرس ده يستفيد ويعرف انه يعمل حاجه حلوه ويتبسط، مش مدرسة ممكن تغلط. طب اذا استفسر فيه ليه الحته ان هو يبقى فاسيليتيتور؟ ليه؟ ما عندنا اذا المستوى الحوار مختلف شويه عن الحاجات اللي هنوصلها. ده التريننج الاديوكيشن. حاجه ثانيه الكومبتنس، مين يمارس بقوه ايه؟ انا عضلاتي ايه؟ امتى؟ مش عارف انا. طب والكومبتنس ايه نقط ضعفي؟ اخبار الايموشنال كومبتنس ايه؟ اخبار مشاكلي انا الشخصيه ايه اللي ممكن اطلعها على العيان؟ انا بيرسونالي الحقيقه لما كان ولادي صغيرين قوي قلت مش هشتغل، لما ابتديت مش عارفه الدنيا تقعد شويه مش شغاله ثاني وقت ده اقدر اشتغل. لو لقيت نفسي اقدر اوفركم ده واصحصح ده، بس لو انا مش قادر وهفضل حاطط نفسي في وسط فاميلي واحنا قاعدين في فاميلي، لا صار ده ممكن اضر المريض. تمام؟ وشغال تاني يعني بس عشان بس فقايلين الكومبتنس والايموشنال كومبتنس والقصص بتاعت الترانسفيرنس والكاونترانسفيرنس والحاجات دي مهمه جدا ان احنا نبقى فاهمين امتى امارس وازاي امارس ومين. واحنا دلوقتي حد بيحكي لي امبارح على سنه ونص بناخد فيها تريننج واللايف كوتشنج والكلام ده، سنه ونص باخد فيها تريننج واقول انا بعالج. يا جماعه الحاجات التعلم والكومبتنس في مستويات مختلفه، مستوى العلم، مستوى التدريب، مستوى المهاره. المهاره دي بتخش في دمنا، يعني زي ما سمعنا من الدكتور مهدي، زي ما بنسمع من اساتذتنا الدكتور يحيى وكل المهاره دي حاجه ما اعرفش ان انا اتعلم استوى تكنيك، انا مش بتعلم تكنيك، التكنيك هنفتح نلاقي تكنيكات الدنيا على جوجل. مين بيعمل ايه بقى؟ مين بيعرف يوصل للعيان؟ مين بيعرف يبص ولا ما يبصش؟ مين يعرف اعمل كده ولا ما اعملش كده؟ ودي وصلت ايه؟ والقعده بتاعته وصلت ايه؟ الى اخره. فهي المهاره دي بقى محتاجه سنين وسنين. اتكلمنا عن المهاره واتكلمنا عن العلم واتكلمنا عن الممارسه والتدريب، وبعد كده ما بتقفش. في السايكوثيرابي ما بيقفش، بيكمل اللي بعد كده اللي هو الكونتينوس. انا طول الوقت هقع في ان انا شايل، فكل واحد فينا شايل حمل من مشاكله، حمل من علاقاته، حمل من الكومبلكس والصراعات اللي هو طالع منها. كل واحد شايل على ارض على ظهره حمل تقيل بيطلع طول الوقت غصب عننا في الثيرابي. احنا مش هنضحك على بعض. اذا
supervision. فالإشراف أساسي. ما فيش حاجة اسمها ممارسة من غير إشراف خالص. والحقيقة لو عايزين الحق أساس مدى الحياة، لو عايزين الحق بيطلع من ان انا ببقى صغير وببقى سوبرفايز وانا صغير ولسه خايف من الدخول في العلاج النفسي الفردي او الجامعي او الاسري او الدرج، الى ان انا ابتديت اطبق واروح للسوبرفايزر الوحيد او بره الريبورت سيشنز، او الى ان انا كبرت وبقيت ببراكتسه من قبل اخر بسوبرفايز مع ببقى سوبرفايزر ماي سيلف ماي ورك مع زمايلي في السوبرفيجن. وفي فرص على فكره بنسميها انترفيجن جروبس والبير سوبرفيجن، في فرص بتبقى موجوده ومطروحه لمن يرغبون في هذا الاشراف، ولكن الاشراف ده شيء اساسي جدا جدا، وزي ما بقول مدى الحياه من ان لاخر للناس اللي بتكبر حرج. كويس؟ طيب ايه تاني من ضمن الاثيكال جايد لاينز؟ الكونفيدنشاليتي، السريه. احنا شعب جميل جدا بيحب الكلام الحلو جدا جدا جدا، والمهنه بتاعتنا مقدسه جدا جدا والله العظيم. انا يا جماعه رحت شفت الناس بقى حموت وقولي حاجه، انا يا جماعه شفت يعني عايزه اقول عايزه انطق بس ما بنطقش يا رب ان شاء الله اموت من غير ما انطق. بس ده حقيقي از تشالنجينج ان احنا شعب متحدث ويحب يشارك وما كانش عندنا الكونكشن دي، وحتى ما تعلمناهاش في ممارستنا وحتى الطبية ما تتفقوش معنا قوي على حتة الكونفيدنشاليتي. فيمكن قد يكون في أوائل حياتنا كان ممكن نشارك لأن احنا كان عندنا سوبرفيجن وكده مع بعضينا يعني كممارسين، فكان ممكن نشارك بالأسامي وكده. بعد شوية اتوضحنا أكثر وعرفنا قد إيه دي جريمة، خرق الكونفيدنشاليتي، اختراق السرية المريض جريمة. انت اعملها لما يكون في خطر على المريض بقى، لما تكون في السوبرفيجن وبقول له ان انا خلي بالك المعلومات بشارك فيها السوبرفايزر والريبورتس بتاعتك محطوطه في السريه الى اخره، وبستاذن والله حتى الاطفال الصغيرين في الغالب الا لو غيروا لنفسه برضه وهيغيروا لو هيقتل او الى اخره، بس في الغالب انا قبل ما بتكلم مع الاهل بستاذن الطفل بقول له على فكره انا ممكن اقول لهم كذا، هيصير اختراق وهو وقتها حتى هيحس بأمان مع أهله ومعاه، وبقول أنا ليس بين حقي يعني فيه شوية يعني يقول يا دكتورة مش حقي يا دكتورة إيه الشهادة، يعني هيقول يا دكتورة بالشهادة يا دكتورة إيه الشهادة. تمام؟ إيه الكونفيدنشاليتي؟ في حاجة مهمة أو اللي قبل ما أوصلها مثلاً كلنا عندنا جادجمنت اتيتيود بنحكم على مرضانا غصب عننا، لما يجي حد هوموسيكشوال غصب عننا بيبقى في جوانا حاجه، انا لازم احمي هذا المريض من جوايا، ما هو ملوش دعوه اللي عندي ده، انا حلو مش عارف حلو بلجا لحد يحلو. تمام؟ فاذا ديسكريميشن بقى بالديانه بالسياسه بهوية جنسية بهوية أي حاجة ماليش دعوة، أنا ما دام اتحطيت في موقف المعالج النفسي يبقى أنا مسؤول إن أنا أدي هذا الشخص حقه إن هو يبقى يوتيوب، إن هو يبقى مش محطوط في كاتيجري معينة، ده حقه ما دام خبط على الباب وأنا أنتهي هذه كمعالج نفسي. تمام؟ في حاجة معلش نسيت أقولها في الحاجات في التدريب والكونفدنسي كده، السلف ثيرابي علاج المعالج، هل المعالج خضع لعلاج ام لم يخضع لعلاج؟ وما مفهوم هذا العلاج؟ علاج يعني انا عندي بيرسونال ايشوز وبروح لمعالج والمعالج بياخد ويدي معايا وبسيب ثيرابي. انا كنت صحيه من زمان خالص وانا بقول يا جماعه عايز ثيرابي خالص، وعلشان اقول ده وطبعا مفيش حد في مصر هتروح لبنت يعني يخوي ويقول لك بس الله اكبر والعين وقع صح؟ فلا انا صراحه عملت على السايت وبقيت بقول يا جماعه انا اي هاد ثيرابي اون سايت علشان ادعم ونشجع ان السيلف ثيرابي از نيدد فور السيلف ثيرابي. احنا هنمشي بتعديلاتنا دي كلها ونمشي عارف الناس واحنا مش واخدين بقى اللي بيجرى جواه غصب عننا في اي كان السوبرفيجن ايه؟ اي تايم على الاقل تايم ات سام تايمز على الاقل في الاول. حقيقه دي في الاهل الكورس في اختلافات بين الجمعيات عشان برضه اقول الناحيه الثانيه من القصه، يعني امريكا ما فيهاش ثيرابي
وهناك يعني خلافه بين امريكا ودول العالم واوروبا في المنطقه دي بالذات. ولكن انا رايي ان في هذا الوطن محتاجين ولو بقدر ولو بقدر مع احترام وعدم لا حمايه المعالج من الخلفيه الاجتماعيه اللي احنا برضه كلنا وصلنا. تمام. الريسك مانجمنت في الثيرابي لازم ان انا ابقى داري بايه هي المخاطر ان العيان ده ممكن يروح يقتل. اذا هقول من الاول خالص انا جاي لك احنا في وقت ممكن يبقى في نشاتي لو كده ابقى عارف ايه هي المخاطر وكيف اتعامل معاها. سويسايد، هوميسايد، اي حاجه. تمام. هخش بقى على حته مهمه اللي هي التعاقد مع المرضى. مين هنا بيمارس من هنا ايه؟ بيمارس سايكو سيرفي. مين يعمل 8 9 10 مين بيعمل كونتاكت مع المريض قبل ما يجي فاحنا في الثقافه بتاعتنا وكان في هنا سلايد كنت جايباها للدكتور يحيى الحقيقه هو عاملها على مستويات التعاقد المستوى الكتابي والثقافه بتاعتنا اللي هي بتعتمد على الكلمه ولو ان قد يكون في شك في ده دلوقتي قد يكون في شك في الحته دي دلوقتي انه الكلمه هي التعاقد بالكلام وعد الحر دين عليه، عهد مين ده؟ عهد الله. فهذه مستويين، تمام؟ والتعاقد مع المجتمع والتعاقد مع ربنا سبحانه وتعالى. دي مستويات عندنا مش فارقة، نقدر نكتب الكلام ده؟ نقدر. نكتب واللي ما يكتبوش يبقى غلطان وإن شاء الله حد مننا هيبقى مش غلطان بإذن الله إن شاء الله. فقالين إيه؟ إنه التعاقد المكتوب مهم والتعاقدات الأخرى مهمة جدا. تمام؟ اعمل ايه؟ اولا لازم يبقى عندي اوامس، لازم اعرف ايه هي التعاقد انا بتعاقد على ايه؟ في التعاقد ده بيبقى شكله ايه؟ بيبقى في الاسم والهويه ووقت الديوريشن بتاعت الجلسه ووقت كل جلسه هتبقى يوم الثلاثاء الساعه 5 من الساعه 5 الى الساعه 55 دقيقه، ولو حصل واتاخرت عن الجلسه الوقت هيتاخد منها. ده الكلام ده غلط قوي، خلي بالك لو اتعمل في مصر كل العيان هيقول لك ده مسؤول بلدي ومش عارف ايه، ده انا مش رايح له ده. بس هو دي اللي بره. والحقيقه مهمه ان برضه لما بنبقى مستنيين في الثيرابي ونفضل مستنيين جلسه واثنين كل مره العيان يتاخر، ما هو اللي بعده بيدفعوا التمن. فاحنا برضه لازم نلاقي وسيله لما باذن الله نقعد سوا مش عارفه مين مع مين، نقعد سوا ونحط الحاجات ونحط كونتراكتي، يبقى في تفاهم لده وده. يبقى في كومبرومايز ما بين الاستيراد الاستيراد وما هو موجود. تمام. ف وبيبقى موجود في مثلا في حاجه اسمها نون سوسايدال كونتراكت، ان انا اقول ان انا مش هعمل انتحار ولو حصل جاي فكره لازم اتصل بالطبيب الى اخره. طبعا بيتكتب فيه فلوس، طبعا بيتكتب فيه انه هدفع كذا وده هيبقى اول كل جلسه او ده هيبقى كل اربع جلسات الى اخره، على حسب ما اللي يفيد العيان. يعني اوقات بصراحه حته الكونتراكت دي اوقات بستغلها علشان اخلي العيان واهله ليه خليهم يدفعوا ست جلسات عشان ابقى عارفه ان الولد ده اللي لو ما جاش السايكوثيرابي ممكن مستقبله يضيع، هيجي ست جلسات مش هنهزر ده مستقبله. فبقوم حاطين يعني كل كونتراكت بيبقى تيبل على حسب الحاله اخبارها. تمام. ممكن بقى دلوقتي تاني ناحيه بشوف بسرعه كده في 6%. انا ممكن اقولش موصلينه اصلا.
كده في حاجه معينه احب اوصلها النهارده اقولها. ماشي. هو ليه بتاع جرب كده يعني حاجة مهمة ان الاهل البوز دي حاجة انا كنت قريت مرة عن التجديد في الاسلام ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكل 100 سنة لازم الناس تقعد وتجدد في القواعد وفي ما هو بناء على حاجة المجتمع فيما هو الحاجات اللي هي تطبيقية في المجتمع. فدي فالفكره انه الاهل كود از ايليننج دوكيمنت، اظن ان انا ممكن ان اختم بده ان الاهل كود از ايليننج دوكيمنت حاجه متجدده. انا يعني ممكن نحط حاجات ونلاقي في احتياج لحاجه ثانيه هنشيلها، ولكن محتاجه الوعي، محتاجه المثابره، محتاجه المجهود والتركيز والدرايه بان احنا كلنا نستطيع. بالمناسبه بقى ده انا بس هعمل اعلان عن المؤتمر اللي هو فيه شيء من المجهود برضه الكبير، مؤتمر العالمي بتاع الجزء الثاني اللي ان شاء الله 15 ل 18 يناير، معايا كام بروشور كده وفي الفلاير موجود بره ناخد الويب سايت وحاجه تانيه تسجل كل الكلام ده وغيره باذن الله هتبقى فرص. الحمد لله ده كان يعني المؤتمر ده يعني سلط ضوء على مصر ككيان الحمد لله ليه باع في منطقه Thank you very much for this.